السلام عليكم، مساء الخير. نحضر اليوم لفعاليات وزراء الدفاع الفارقة الذي تنظمه وزارة الدفاع لدولة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وحظينا بالدعوة الكريمة وتشرفنا بالحضور على غرار بقية وزراء دول الاتحاد الإفريقي. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حاضرة بقوة في هذا المؤتمر اليوم، نحن بصدد اليوم الأول، وهذا المؤتمر سيكون على مدار 3 أيام لنقاش الأمن الإفريقي والدفاع عن مصالح إفريقيا وتوحيد الجهود الإفريقية حتى تنال إفريقيا مكانتها ضمن حظيرة الأمم، وحتى تتدعم إفريقيا ضمن المحافل الدولية في مكانة تليق بها. إذن الشعب الصحراوي يطمئن، دولته مؤسساته حاضرة بكل الفعاليات الإفريقية، وهدفنا هو طبعا إيجاد مزيد من الانتصارات وتراكم المكاسب على طريق الاستقلال الوطني والنصر على الأعداء. وشكرا.